السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة المسائية لهذا اليوم. طريق الممرات الخضراء السعودي الأمريكي، هل قتل مشروع التنمية العراقي قبل أن يولد؟ للمرة الثالثة على التوالي، مخاوف من استثناء كركوك من الانتخابات المحلية بعد الأحداث الأخيرة. العراق يقترب من صافرة انطلاق الأمطار، إيجاز بحالة الطقس خلال الأسابيع المقبلة. كارثة الزلزال، السامراء يعلن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي. رئيس هيئة النزاهة، عازمون على تجفيف منابع الفساد. العراق والسعودية يبحثان دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين. إليكم تفاصيل الأخبار. تعتزم السعودية إنشاء مشروع الممرات الخضراء بالتعاون مع الهند والولايات المتحدة في مشروع سيكون طريق تنمية جديد قد يجهض طريق التنمية العراقي مبكراً، الذي كان عبارة عن فكرة تعود لعشرينيات القرن الماضي، إلا أن معرقلات عديدة سواء داخلية أو إقليمية ودولية حالت دون إكماله كما يقول مراقبون. وفي 28 آيار الماضي أطلق العراق مشروع طريق التنمية أو ما كان يعرف بالقناة الجافة. هو شبكة من خطوط السكك الحديد والطرق السريعة تربط ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوب العراق بالحدود التركية شمالا، ليشكل بذلك حلقة وصل بين تجارة الشرق والغرب، أي من آسيا إلى أوروبا. واليوم السبت 9 أيلول 2023، أعلن عن توقيع السعودية والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عبر القارات. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، يهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وجهود تطوير الطاقة النظيفة وتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ. وأضاف ولي العهد السعودي في كلمة له خلال قمة مجموعة 20 في الهند إن المشروع يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. وتابع أن المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز من إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية. وانتقد مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي دبلوماسية الحكومات العراقية وسياساتها التي أدت إلى تأخير هذا المشروع الحيوي الذي من المفترض أن ينعش العراق اقتصاديا بعيدا عن واردات النفط التي تشكل 98% من الاقتصاد العراقي. زياد الهاشمي أكد هذه التطورات الجديدة في المنطقة ليست في صالح مشاريع النقل العراقية. فيما تساءل الباحث يعقوب الخضر، لا نعرف إن كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل أو القائمين على مشروع طريق التنمية مدير عام شركة السكك الحديد العراقية ومدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية قد سمعوا عن هذا المشروع، وإن كان قد سمعوا فما هي الاستشارة التي قدموها للحكومة حول كيفية التعامل مع هذا المستجد المهم؟ أما نبيل جبار التميمي فقال، تمت الصفقة بعيدا عن مشروع طريق التنمية العراقي، يجب على العراق الاستثمار مزيدا وبسرعة لإنجاح المشروع ورسم حدوده المائية وتثبيتها. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة سعت في السنوات الأخيرة إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ
التي مولت مشروعات بنية تحتية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الأسواق الناشئة، كما عززت الصين علاقاتها مع الشرق الأوسط، مما ساعد على تحقيق انفراج بين السعودية وإيران في وقت سابق من هذا العام. الباحث اللبناني شرب البركات أوضح أن مشروع سكة الحديد التي تنوي الولايات المتحدة والسعودية والهند والأمارات التوقيع عليه خلال قمة 20 لربط الهند بأوروبا قد يؤثر سلبا على طريق الحرير، مشروع الحزام والطريق التي تبنيه الصين، وكذلك مشروع طريق التنمية الذي أعلن العراق أخيرا إطلاقه. عبرت النائبة عن الاتحاد الوطني في الدورة السابقة عن محافظة كركوك الماس فاضل اليوم السبت 9 أيلول 2023 عن خشيتها من أن تكون أحداث كركوك ذريعة لتأجيل انتخاباتها المتعلقة بمجالس المحافظات التي من المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، لتكون ثالث انتخابات محلية على التوالي يتم استثناء كركوك منها. وقالت فاضل في حديث لبغداد اليوم إن انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول هي لكل المحافظات وليس هناك أي استثناءات، لكننا نتخوف من أن تكون الأحداث الأخيرة في كركوك ذريعة لتأجيل انتخاباتها، وهذا الأمر مرفوض من قبلنا. وشددت على رفض أي مساومات سياسية سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا حول كركوك التي نعتبرها مدينة للتآخي ويمكن حل الإشكاليات عبر الحوار، مؤكدة بأن تحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية ووسط استقطابات سياسية تؤثر على حياة الناس وهي قضية لا تخدم الجميع. وأشارت إلى أن جزءا من مشاكل كركوك هي عدم إجراء الانتخابات والإيتاء بإدارة جديدة تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي، لافتة إلى أن الانتخابات النيابية التي جرت في المدينة عام 2021 لم تغير شيئا، لذا لابد من إجراء الانتخابات. وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورتشي قد قال في وقت سابق لبغداد اليوم أن حزبه ما زال يتمتع بالنفوذ الأكبر داخل كركوك، وأن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستكون هي الفيصل. بالرغم من تشظي الكتل السياسية الكردية ألا أنها لطالما اتفقت على ضرورة التوحد لاستعادة كركوك انتخابيا بعد فقدانها أمنيا وسياسيا. أكد الراصد الجوي واثق السلامي اليوم السبت 9 أيلول 2023 استقرار الحرارة والرياح في العراق، فيما ترتفع مستويات الرطوبة لحين الدخول إلى فصل الخريف فلكيا بعد أسبوعين. وقال السلامي في إيضاح تابعته بغداد اليوم إن الأجواء تستمر على ما هو عليه خلال الأسبوع، والاستقرار سيد الموقف مع استمرار تذبذب درجات الحرارة، مبينا أن الرياح متقلبة أحيانا في حين يستمر ارتفاع الرطوبة نسبيا، مع ذلك الأجواء مقبولة نوعا ما وموجات الحر انتهت رسميا. وأشار إلى أن موعد الاعتدال الخريفي ودخول فصل الخريف فلكيا يوم 23 أيلول أي بعد أسبوعين من الآن، مبينا نحن نقترب شيئا فشيئا من موسم الأمطار 15 تشرين الأول ولا تزال المعطيات مبشرة. أعلن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي عقب كارثة الزلزال، جاء ذلك بحسب بيان لمكتب السامرائي وأدناه نصه: بمشاعر الحزن والألم والمواساة نتابع بقلق بالغ أنباء الآثار المدمرة للزلزال الذي ضرب بعض مدن المملكة المغربية، نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب المغربي الشقيق، سائلين الله تعالى أن يرحم الضحايا ويشافي الجرحى ويشد من أزر قيادة وحكومة المغرب لمواجهة هذه الكارثة وأن يعينهم على تجاوزها. المكتب الإعلامي لرئيس تحالف العزم 9 أيلول 2023. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم السبت عزمها تجفيف منابع الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من إدارته، وذكرت النزاهة في بيان نسخة منه إلى القاضي حيدر حنون أكد خلال الاجتماع المنعقد في مقر دائرة التحقيقات وحضره مديرها العام ومديرو مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات. أكد عزم الهيئة على تجفيف منابع الفساد وملاحقة المفسدين في مؤسسات الدولة كافة لا سيما الخدمية منها،
لافتا إلى أن الذين يكنون العداء للأجهزة الرقابية وإجراءاتها الردعية في تلك المؤسسات هم مجموعة من المتنفذين المنتفعين من عائدات الفساد. وقال حنون بحسب البيان إنه ينبغي أن يسير ملف مكافحة الفساد متسقا مع الجهود الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين والنجاح الملموس في الملف الأمني، حاثا على ضرورة متابعة العقود والمناقصات والتأكد من عدم تعرض المستثمرين للابتزاز والمساومات، فيما نبه إلى أن عمليات الأعمار والاستثمار والتحويل نحو التنمية والتطور في البلاد لابد أن تهيئ لها بيئة خالية من الفساد. ولفت إلى أهمية أن تكون إجراءات الهيئة قانونية وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها وفق القوانين النافذة، مشددا على احترام حقوق الإنسان والمؤسسات والحفاظ على كرامة الإنسان حتى وإن كان متهما، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت مع وفد مجلس الشورى السعودي دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر مكتب رئيس مجلس النواب في بيان أن الحلبوسي وفد لجنة الصداقة السعودية العراقية في مجلس الشورى بحضور رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب. وأضاف البيان إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية ودور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتابع أن اللقاء أكد أهمية الدعم البرلماني واستمرار التواصل لتعزيز التعاون بين العراق والسعودية في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.